كل شيء توقف في جزيرة جيجو ومدينة بوسان في كوريا الجنوبية. فإعصار هايشين الذي وصل المنطقة قادماً من اليابان أوقف الرحلات الجوية وحرك الانزلاقات الأرضية مسفراً عن فقدان وجرح مواطنين فضلاً عن إجلاء آلاف آخرين، ذلك أن الإعصار اقتلع أسقف المباني والأشجار وسبب رياحاً قياسية وأمطاراً غزيرة بلغ منسوبها نحو نصف متر. الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية قالت إن سرعة الإعصار بلغت 108 كيلومترات في الساعة على أن ينخفض لاحقاً إلى عاصفة استوائية، لكن السلطات المحلية رفعت درجة التأهب في سيول ومئة مدينة ومقاطعات رئيسية أخرى على ضوء توقعات بهطول أكثر من 300 مليمترا من الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد.